قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 123.5% لتبلغ 7 مليارات و600 مليون دولار خلال العام الماضي. وترجع هذه القفزة في الإيرادات إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد بحوالي 54%، ليصل لنحو 8,300,000 سائح. وأشار المصدر إلى زيادة معدل الإنفاق السياحي إلى قرابة 96 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من العام، مقابل 88 دولار في النصف الأول. للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا الخبير السياحي باسم حلقة نقيبة الصحفيين. أهلا بك باسم. في البداية، يعني هل تتوقع أن ما حدث من أو ما شهدته مصر من المؤتمرات الدولية وما إلى ذلك وإثبات أن مصر دولة أمان وأمنة هي السبب الرئيسي في المعدلات العالية التي شهدها قطاع السياحة؟ هو ما فيش شك طبعا أن القطاع السياحي شهد طفرة كبيرة خلال عام 2017، وده واضح من الأرقام اللي اتحققت خلال هذا العام وزيادة عدد السائحين. طبعا دعم العمل ده المؤتمرات اللي أقامها سيادة الرئيس وآخرها مؤتمر شرم الشيخ، ده أعطى مؤشرات لتحسين الصورة الذهنية في الخارج بأن مصر بلد الأمن والأمان. وأعتقد أيضا ما قام به سلطات طيران المدني من تحديث لأجهزة وتركيب أجهزة البيومترية في المطارات خاصة في شرم الشيخ وفي الغردقة، ده أعطى مزيد من الأمان والاطمئنان للسواح. وشايفين في طيارات شاطر الحمد لله بتيجي بشكل منتظم أسبوعيا سواء في الغردقة أو شرم الشيخ. ويعني المعدلات احنا يعني حاطين امال كبيره، يمكن بعد اعلان الرئيس الروسي استئناف الرحلات المنتظمه ما بين موسكو والقاهره بدايه من شهر فبراير القادم، ده هيعطي طفره جديده ودفع للحركه السياحيه. ونتمنى انه على ابريل القادم تبدا توصل لنا الرحلات الطيران العارض المتجه من روسيا إلى شرم والغردقة. طيب، يعني بالطبع عودة السياحة الروسية ستضع بالأرقام طبعا قفزة جديدة في القطاع السياحة المصري. من وجهة نظرك، ما هي الخطة التي يجب أن تعتمدها السياحة المصرية أو قطاع السياحة في مصر من عوامل جذب وما إلى ذلك لاستغلال عودة السياحة الروسية والمضي قدما في تحقيق أرقام وقفزات أخرى مستقبلا؟ هو احنا بنتمنى طبعا انه في الاجنده السياحيه تبتدي تتملي بالمزيد من الاحداث سواء سياحه رياضيه او سياحه مؤتمرات او سياحه علاجيه او غيرها من انواع السياحه، وتوزع على المدن السياحيه المختلفه في انحاء مصر ويبتدي نشتغل عليها طوال العام. ده من ناحيه. انا اتمنى ايضا انه هيئه التنشيط السياحي تبتدي تتحرك في اتجاه دعوه الاعلامي او الاعلاميين في الدول المقصد السياحي اللي احنا بنستهدف منها سواح يقولنا سواء في دول اوروبا او في امريكا او في شرق اسيا ونستضيفهم عندنا في مصر. اعتقد ان دي هتبقى دعايه مهمه جدا لينا. ايضا اتمنى من الشركات السياحيه المصريه ورجال الاعمال يتكاتفوا جميعا ويتكاتفوا من اجل انشاء شركات طيران عارض مصريه 100%. هذه الطيارات تقدر تعوضنا في نقل الرحلات الشرطه اللي بتيجي من الخارج، بدل ما بنعتمد على شركات اوروبيه او اجنبيه نبتدي نتحرك بطياراتنا. واعتقد ده يعني دور مهم جدا في المرحله القادمه ل يعني تنشيط السياحه وزياده معدلات الدخل منها. طيب سيد باسم، يعني من وجهة نظرك أيضا متى يمكن أن نرى يعني عائد لعودة السياحة الروسية لمصر؟ كما ذكرت أنها سترجع أو ستبدأ هذه الرحلات بداية من فبراير المقبل، متى يمكن أن نرى نتائج هذه العودة على أرض الواقع بقفزات مثل ما رأينا مؤخرا؟ احنا بنتمنى يعني يمكن يعني هناك فوضى في أسعار بيع الخدمة في الفنادق وأسعار متفاوتة، ويعتبر يمكن مصر ثاني أرخص مقصد سياحي في العالم، وده طبعا
يعني انا شايف انه بيؤثر سلبا على اجمالي الدخل اللي بيجي من السياحه. لابد من اعاده النظر في عمليه التسعير السياحي في المنشات الفندقيه في مصر، وتبقى مرتبطه بالدرجه السياحيه. وايضا نتمنى انه اعاده ترتيب الملف، ويكون هناك تنسيق دايما ما بين الوزارات المختلفه مع وزاره السياحه، سواء وزاره البيئه او وزارة الآثار، لأن أو وزارة الطيران، لأن كل هذه الوزارات لابد أن تخدم على هذا القطاع حتى يستطيع القطاع أنه يؤدي مهامه في دفع عملية الحركة الاقتصادية يعني في مصر. بالطبع لابد من وجود تعاون مؤسسي بقطاع السياحة في مصر، لما له طبعا من نتائج طيبة على الشعب المصري والدولة المصرية برمتها. سيد باسم حلقة، نقيب السياحيين والخبير السياحي، شكرا جزيلا لك.